شافوا على البداع هم يطرطش. أول فرحة مرض قلبي وأنا خايف الدنيا تعيد، واللي حكي ولا أخبي والله وصف الكل سعيد. افلحوا من الدنيا أملي ولا بنت حناشة تاني. أول مرة أول فرحة يا عم أفلك بنحية. لا أنت مش قلت لك وقف في دي؟ إيه اللي جابك في اليمك اللي هنا؟ ها؟ انت عجوز لسه بتقعد تقول لي يحيى كل شويه اقف في يمك الثانيه. حاضر. بعدين انت خلي عندك شويه ذكاوه يعني. يعني انت تشوفني تبحلق في عينيا او ما بحلق في عينيا تعرف اني حارب الزين. تروح جاي يمك الثانيه على طول. صح. قول له ليه؟ صح. يعني بحلق كده؟ اهو. انا عارب فين دلوقتي؟ هترمي هنا. لا بص. شفت بقى انت الغبز؟ يا تخلص يا. انت هتقعد تعتني بالطماطم طول اليوم ولا ايه؟ امسك قصادي كده. امسك يا حبيبي انا بعلمك صنعه هتاكل منها الذهب. يلا امسك. مش كفايه دول يا لمبي؟ ده مش استرجل يا. مش استرجل ايه يعني لما راح لك الصباح؟ ما عندك تسع. ما هو في الخير اللي قبلها يا لمبي. انت بتبطك تاني يد ولا بتبرع فيا تاني يد؟ ما اقدرش يا لمبي. وكل شويه اقول لك حبولها تقول ما اقدرش يا لمبي بقولها برضك؟ اوعى حسك عينك حنكك بوحك يفتح. اوعى انت تفكر في حاجه تانيه. افلحوا من الدنيا اماني. الحق يا لمبي، الحق يا لمبي. ابوك بيموت يا لمبي. ابويا انا؟ ايوه يا لمبي ابوك بيموت. ما عنديش يد يا ابن الكذاب انت. انا بقول لك اهو يا لمبي. ابويا مات يا ابويا. يا رجاله يا رجاله هريس ابو الليف بيموت يا رجاله. يلا في داهيه، ده قاعد يهرينا سلف لغايه لما خرب بيوتنا. يعني ايه يا معلمين؟ هنسيب هريسها كده يفلسع بامان من الدنيا من غير ما يقول لنا على مكان الكنز ولا الذهب ولا الكيس النفيس اللي عشمنا بيه السنين دي كلها؟ احنا نروح كده كلنا برابطه المعلم هضبه ونكتم على نفسه لحد ما يقر لنا الكنز فين. الله، هتكتم على نفسه وهتحب فيه ايه تاني؟ ده بيموت يا بهيم. ها؟ امال هنعمله ايه يا معلم؟ اهدى يا ابني الله يسترك اهدى. مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ ابنه ضناه. هو الوحيد اللي هيقر له على مكان الكنز والذهب. مين بقى؟ اللمبي. مين اللي المفروض نراقبه من غير ما يحس بينا ولا يشعر بينا؟ اللمبي. مين اللي لو قاوح ورانا ولا علينا نضايقه ونكسر رقبته وناخد منه كنز؟ اللمبي. يبقى يلا بينا يا رجاله. الله يخرب بيوتكم على هريسه وهو بيقول لابنه على مكان الكنز يا بهايم. صح يا معلم. وسع قلبك. ابويا ابويا لمبي عارف. ابويا ابوك بيموت يا لمبي. ابوك بيموت يا لمبي. ابويا ابوك بيموت يا لمبي. انا عارف بيموت يا لمبي. لا لا كده وفضايح في قلب المنطقة وابوك مات وابوك ما ماتش وعمل لي دربكة في قلب المنطقة دي كده. انبوبة انبوبة انبوبة. طب خلاص اثبت بس انا عجب. قاوم قاوم ونازع وبولع. اوعى تموت. بولع يابا. بقى عايزك تاخد نفس عليك وخش في الشدادان. واحد اتنين تلاته. شد يلا شد يلا. هي يابا طالما بتحرق كده يبقى انت عينيك ملتهبة. غاز بتشممني. غاز مش احسن ما نصدره انت ولا بيه؟ بتشممني غاز مدعم. عاوز هوا. اكسجين اكسجين. الانبوبه التانيه دي يعني؟ اكسجين. حاضر اهو.
متوتر انا اصلي ابويا بيموت كذا مره فمش عارف انا الصح فيهم. انت بتموت في شارع الهرم ولا ايه؟ ايه يا بابا عيب اللي بتعمله معايا ده بقى وفي الحاره والجرس دي بقى. لمبي ايوه عاوز اقول لك على السر. السيرك؟ السر سر الكنز. كنز؟ ساعة ولا سخنة؟ مش وقت هزار دلوقتي. ايوه ودنك اشمعنى؟ وده وقت تاريخ دلوقتي؟ لا وقت رأسي يابا. عاوز اقول لك على سر الكنز اللي تمتلكه العيلة واللي الدنيا كلها بتدور عليه ومش هتلاقي مكانه. ولا بدي انك بتموت ولا حاجه. كل دي كلها طالعه في الاشاعات كلها. قول لي حدود الساعه كام عشان اخلص؟ عندي مصلحه. لو في تاخير قول لي عشان في قرش جاي سبوبه. اتفضل ادي ودني يا قول. المهم اللي هو احسن من ابوك قال لك على مكان الكنز فين يا لمبي؟ يبقى انتوا اللي كلمنا عليكم وقال لازم يسدد الحاجات. احنا اخواتكم. تعال يا حبيبي اتفضل خش. الله يرحمه الله يرحمه. ربنا يخليك يا حبيبي. قال على الكنز يا حبيبي. يلا جوه على طول. يلا مامو جوه يقول لمبي وهو جاي على الباب يقول ابويا ابويا. ست قطعتها ست قطعتها. ايوه ايوه جميل يا بيت. انا اخلاص. ايوه معقول يا لميز خططين عليك كنت فين؟ ما تخافش عليها يا باش ما انا معاها. اختنا هي مين الست دي يا جدو؟ تعال يا حبيبتي انا هقول لك. تعال نبي البنت دي يا بنت. بنتك؟ بنتي ايه؟ ما تجيني بنتك. مين دي اللي قاعده دي؟ انت عايزه دي ولا دي؟ هي دي اللي قاعده. مين دي قاعده هي اللي قاعده؟ البنت دي بس دي هي صحفيه يا اختي ولا حاجه؟ ايوه صحفيه. احنا بقينا فرجه. بقول لك يا اختي عندك حق بقينا فرجه. ده شوية هيجيبوا لنا زولاي ولبوا ويرموه علينا واحنا قاعدين. يا ريحة ويا مية. لمصي. ايه ده؟ سمعينا